السلام عليكم ورحمة الله أعزائي، مرحبا بكم في القناة ديالي، قناة الشيف حليمة. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة ديال لي طارت. هاد الوصفة وصفة إيطالية، صراحة كتجي غزالة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. المر والمراحل والمقادير ديال هاد الوصفة. نمروا للمقادير والطريقه. كنحتاجوا هنايا 450 غرام ديال الفرينه دقيق ابيض، ضفت عليه واحد رشه ديال الملح، وضفت عليه رشه من خميره كيماويه القليل، وضفت عليها هنايا غادي نحتاج فانيليا كيف كتشوفوا، عفوا خنيشه ديال الفانيليا. غادي نحتاج هنايا 100 غرام ديال اللوز، اما ديروا اللوز او البندق او البيستاكي اللي عجبكم. هنايا عندي 200 غرام ديال الزبده على درجه المطبخ، 200 غرام ديال السكر، جوج حبات من البيض. غادي ندوزوا للطريقه التحضير. غادي نضيف هنايا النواشف، هاد لي طارت هادي وصفه ايطاليه. نضيفو السكر، نضيفو اللوز، ندمج هاد العناصر جيدا. غادي نضيف الفانيليا، ندمج هاد العناصر مرة ثانية، نضيف الزبدة. غادي نحاول ندمجها جيدا مع الدقيق واللوز حتى نحصلوا على واحد العجين مرمل. كيف كتشوفوا تنحصلوا على واحد العجين مرمل بحال ما هكذا. غادي نضيف البيض، غادي ندمج العناصر عفوا. حتى كتنسجم ليا هاد العجين، كيف كتشوفوا تنحصلوا على واحد العجين بحال ما هكذا. انا ضفت القليل من الماء البارد، ماشي بزاف، عشويه. وغادي وزولت من العجينه القليل كيف كتشوفوا. هذا غادي نضيفه في المجمد، غادي نحتاجه للتزيين. غادي نفرد هذا العجين، نرشوا القليل من الدقيق على سطح العمل، كيف كتشوفوا ضفتها في المول. نحاول نضغط عليها بالاصابع ديالي من الجوانب باش تلتصق ليا العجين كيف كتشوفوا هكذا. وغادي نحاول نقطع هاد الحواف، هاد الجوانب اللي بقاو ليا كيف كتشوفوا هكذا. حتى نكملوا هذا
الدوره كامله على المول كيف كتشوفوا بحال ما هكذا. غادي نضيف هاد العجينه، ندخلها للثلاجه ونمر معكم الحشوه. طريقه كيف كتشوفوا بالنسبه للحشوه، كنحتاجوا هنايا ثلاثه ديال الاجاصات مقطعين بحال ما هكذا دويمات، اما نديروا اربعه صغار اولا لا عفوا ثلاثه كبار اولا اربعه صغار. وكنحتاجوا هنايا 100 غرام ديال، انا ضفت هنايا الجوز وضفت هنايا اللوز وضفت البندق كيف كتشوفوا بحال ما هكا، صهدتهم واحد شويه في واحد المقلات بلا حتى حاجه وقطعتهم بحال ما هكذا بالموس. كنحتاجوا هنايا 100 غرام من الشوكولاط بحال ما هكا مقطع، كنحتاجوا واحد المعلقه صغيره من القرفه، واحد جوج معلقات صغار من السكر. دابا غنمروا للطريقه ديال التحضير كيف كتشوفوا. غادي نضيف هنايا الاجاص، غادي نضيف عليه الفواكه المجففه، غادي نضيف الشوكولا السوداء، نضيف معلقه صغيره من القرفه عفوا، نشوفوا واحد جوج معلقات صغار من السكر، غادي ندمج هاد العناصر كيف كتشوفوا جيدا. كيف كتشوفوا جبت العجين من الثلاجه وكنحصلوا على الحشوه بحال ما هكذا. غادي نضيفها وسط العجين هذه الحشوه، هذه صراحه كتجي جد رائعه بزاف بزاف بزاف. كنتمنى هذه الوصفه تجربوها. غادي نقاد هذه الحشوه على العجين كيف كتشوفوا، كيف كتشوفوا هذه هي العجين اللي كنت نقصت في الاول وضفتها في الثلاجه، درتها بحال ما هكذا عفوا بشرتها تكون بحال ما هكذا غليظه. غادي نضيفها من فوق هذه الحشوه هذه اللي درت اللي ضفت عفوا، كيف كتشوفوا بحال ما هكذا. كتشوفوا بحال ما هكذا، انا غادي ندخلها للفران سخنته على 180 درجه وغادي نخليها 35 دقيقه ونكمل معكم ان شاء الله الوصفه. هذا هو الشكل النهائي كيف كتشوفوا، الصراحه كتجي جد رائعه بزاف 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 وكنتمنى تجربوها. كيف كتشوفوا كتجي بحال ما هكذا الحشوه ديالها. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وكنتمنى تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم باش تعم الفائده على الجميع، وكنتمنى تعملوا ليا لايك وبالصحه والراحه الى وصفه قادمه ان شاء الله.